وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، بعد التحية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون، كيف ترى هذه الخطوة الهامة ضمن جهود رفع سقف الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المواطن؟ يعني طبعا نتحدث عن بعد اجتماعي في غاية الأهمية، زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور. ويمكن هنا احنا ابتدينا نشوف سياسة جديدة أو نقول عليها سياسة ذكية، إن رفع الحد الأدنى للأجور أصبح تقريبا بشكل شبه دوري بعد أن كان خلال عقود وعقود طبعا لم يتم أبدا رفع الحد الأدنى للأجور بهذا الشكل. حتى ان يعني كان الحد الادنى للاجور فيما قبل 2011 عندما تم رفعه كان عن طريق بقرار من المحكمه الاداريه العليا، لكن احنا الان بنشوف ان الحد الادنى للاجور بعد ما كان في 2014 1200 جنيه ثم تم رفعه اكثر من مره الى 2000 جنيه ثم 2400 ثم 2700، وبالتالي ده بيكون لانعكاساته الجيدة طبعا على المواطنين، لأن طبعا في النهاية كلما يعني وفرنا أو أن من حق الموظفين والمواطنين والأفراد طبعا أن يكون لديهم أجور توفر لهم الحد الأدنى من أساسيات معيشتهم، وبالتالي كلما يعني نقول كلما يعني ارتفعت أجورهم طبعا أجورهم دي الطبقة تنفق أجرها بالكامل، وده طبعا بيحفز الطلب المحلي، وعندما يتم تحفيز الطلب المحلي يزيد الطلب على السلع والمنتجات، وده بيعمل نوع من أنواع النشاط وبيوفر مزيدا من فرص العمل، وده بيكون ليه انعكاساته طبعا الجيدة على الاقتصاد الوطني. طيب دكتور كريم، أيضا تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعونيهم وتمويل قانون مرتبات الأساتذة المتفرغين، كيف ترى ذلك؟ طبعا يعني ده تقريبا نقدر نقول عليه بداية حل لمشاكل قديمة أجور أعضاء هيئة التدريس، وأيضا حل مشكلة نقص عدد المعلمين، دي مشكلة كلنا طبعا تحدثنا فيها وكنا دائما بنطالب أهمية توفير موارد لحل مشكلة التعليم، وبالتالي احنا ابتدينا نشوف ان هيكون في حل ده بشكل تدريجي عن طريق توفير آلاف المعلمين بشكل سنوي لسد الفجوة في العملية التعليمية، وبالتالي أيضا على الجانب الآخر عمل نوع من أنواع التوازن في مرتبات أعضاء هيئة التدريس للسادة أساتذة الجامعات الحكومية اللي دائما كانوا بيعانوا من انخفاض مرتب. نعم، بشكرك الشكر الجزيل الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي.